راح اشرح الطريقة الأولى لفحص حساس كرانك بأدوات بسيطة جدا ومتوفرة بكل مكان. هسه راح ادخل بالتفاصيل، بس لا تنسوا الإعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة. تعالوا وياي. هذا الحساس اللي ينشد بالسيارة مسؤول عن النارية. السيارة إذا تقطع والسيارة إذا ما تنطي نارية يعني اكو خلل بهذا الحساس. مرات تدير سلف تشوف الروما تصعد همين تلقى خلل من هذا الحساس، ومرات يطلع بالجهاز. طريقة فحص هذا الحساس، هذا الحساس به خطين، اجي افحصها اول شيء عن طريق الليد. كما تلاحظون هذا الليد مخلي الليد بهاي الطريقة، هنا قطب، قطب الثاني ويا هذا الواير، اجي اربطه بهاي الطريقة. هذا الليد اربطه بهاي الطريقة، الكلبسات ادخلهن هنا، اجيب درنفيس او شلابتين اي شيء حديد، او حتى اذا تستخدم برغي بالسيارة اجي اسوي هاي الحركة مثل ما تشوفون، راح ينطيني اضاءة. هسه اطفي الاضاءة حتى تشوفون بصورة جيدة. كما تلاحظون الليد يأشر يعني الحساس يشتغل بدون اي مشاكل. اذا الليد ما يأشر، اذا ما أشر الليد يعني حساس عاطل، او مرات حتى اذا الليد يأشر اذا خلل اذا يقطع ما يطلع بالليد. هاي هي طريقة فحص حساس كرانك. مثل ما شفتوا طريقة فحص حساس كرانك بأدوات بسيطة ومتوفرة في كل مكان. إذا عندكم أي استفسار أو أي إضافة كتبوا لي بالتعليقات. كان معكم أخوكم كاظم، أتمنى عجبكم الفيديو، أتمنى استفدتم، في أمان الله.